الطفنك افلام ماتريكول لي بابي كلها لاسيرونس لها البيرمي الصعيد لا كارت غريس لك وجي لا خصك لا بلاك دي ماتريكولاسيون الا قاتيلي مدام مدام سير لا كارت غريس مدام سير لا كارت غريس وصل لا ماتريكول لا كارت غريس كي الا اتسيلي ميم دي لا موطو داكور فوالا داكور فوالا او ميم طو اسكي اسكي نخدم عمليه تحسيسيه هكا مدنا فيهم يسار المخالفه عام ثاقي يسار المخالفه عام ثاقي باش عندنا هضره كي ويا ضام كشيني ما والي ما كشيني سان لا كارت غريس فاسن لا كارت غريس سان لي بلاك لي ماتريكولاسيون الى قلت تخدم منك موطو نكوني ما نفيريفيي لا موطونا طونوبيلنا اي مركبه اذا قد سنفذ داكور فيما يخص الحاله نتاعك انت راه عندك رخصه من دون رخصه سياقه في الاصل رخصه سياقه هي اللي تثبت انك انت مؤهل انك تقود مركبه في الطريق العام وبما انك انت ما عندكش هذه الرخصه واستنادا لاحكام قانون المرور 0517 راح نقوم بتحويلك للامن الحضري الخامس الامن الوطني امن ولايه تيزي وزورتها اليوم انه يقوم بهذا النشاط التحسيسي اللي يتمثل في مراقبه وثائق المركبات ومدى مطابقتها مع المركبه. في الحاله نتاعك انت راك عندك رخصه السياقه فقط، اذا من المفروض ما تنساش البطاقه الرماديه الخاصه بالموطو تاعك، ما تنساش شهاده التامين تاع الموطو تاعك، حتى يعني المراقبة تاعك للوثائق من المفروض تكون كيما تراقب الموطو تاعك مع الصباح، كيما تفقد العجلات، كيما تفقد باقي اللواحق تاع الدراجة، إلى تتفقد الوثائق، هكذا الأخ الكريم؟ لكن يعني الوضع تاعك أنا نظن أنه راك ما تفقدش الوثائق نهائيا اليوم. راك تسير بالدراجة تاعك من دون أنه تحمل الوثائق. مرورية في نظر القانون بناء على التعديل والتتميم 0517 يبقى مخالفة مرورية واضحة يترتب عليها تحرير مخالفة المخالفة تاعك تمثل في عدم تقديم الوثائق هكذا الأخ كريم الأخ الكريم احنا في بداية الكلام تاعنا معك رانا قلنا لك انه هذا نشاط تحسيسي انت راك جان الله يبارك من المفروض دائما الافعال تاعك تكون منطقية وعقلانية ومدروسة تحمي بها نفسك هكذا من المفروض وحدك تتفقد المويان تاعك وتتفقد الوثائق وهذا من دون تذكير هذا الشيء يكون بشكل آلي يوميا قبل ما تستعمل المويان تاعك تتفقد الوثائق هكذا الأخ لما صحيت هاي الحمد لله زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.